أنا فلوى ناظر، فنانة سعودية من جدة. بدأت مسيرتي الفنية كمصممة أزياء، درست فاشن ديزاين في ميلانو. من أكثر من 15 سنة بدأت أدرس الفن. ثيم حق المعرض اللي هو Exploring Identity من خلال المسيرة الإبداعية was very interesting and fascinating for me. لأنه this is the way I work basically. كل مرة عرضت العمل قبل كده كان في outdoors space. فلأول مرة إنه هو بيتعرض indoors، كمان in close contact with other art surrounding it. فdefinitely هيصير في حوار بين هذا العمل وبين الأعمال اللي جنبه. وشايفته يعني في مدخل المعرض بالطريقة هذه next to أعمال شيلا هيكس who is an icon and a woman artist that I respect.